نقاش عميق أثير حول مشاركة وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود. وها هو مشروع تعديل الدستور يأتي موضحا بأن الجيش لن يحيد عن مهامه الدستورية في حماية البلاد من كل خطر خارجي. لن نتخلى عن التزاماتنا الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال، وسنظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية. المكانة التي تحوزها الجزائر وموقعها الاستراتيجي يقتضي اليوم تواجدها ضمن مساعي دولية لاستتباب الأمن. هناك تأكيد على عقيدة الجيش الوطني الشعبي هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فبالتالي نحن نتحدث على أن العقيدة ثابتة. والمتغير في ماذا؟ المتغير أننا اليوم في عالم يشهد مجموعة من التحولات، يشهد مجموعة من المتغيرات التي تعرفها المفاهيم. مفهوم السلم والأمن اليوم ليس هو ذلك المفهوم الكلاسيكي. الدول تقاس بأدوارها وبدورها، معنى أنه الدور الذي تلعبه الدولة هو الذي يحدد مكانتها في العلاقات الدولية. دستارة مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية يتماشى مع السياسة الخارجية للجزائر، سياسة تقوم على مبادئ رفض الحل العسكري للنزاعات بل تسويتها سلمياً.